تمكنت مصالح أمن حجوت بولاية تيبازا وفي عمليتين متفرقتين، الأولى أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه فيهما وحجز 160 قرص مهلوس، والعملية الثانية أسفرت عن إيقاف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار وحيازة أسلحة بيضاء تستعمل لبث الرعب في وسط المواطنين والإخلال بالسكينة والأمن العام. التغطية لعدل عباس. إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها وبناء على معلومات تحصلت عليها مصالحنا في عمليتين متفرقتين، الأولى في مجال الحيازة والمتاجرة في الأقراص المهلوسة كللت بإيقاف شخصين من ذوي السوابق العدلية واسترجاع 160 قرص مهلوس وكذا سلاحين صيد بحري كان يخفيهما على مستوى مسكنيهم كانت تستعمل للاعتداء على المواطنين، وفي عملية ثانية تمكنت مصالحي من إيقاف 3 أشخاص في قضية تكوين جمعية أشرار وحيازة أسلحة بيضاء لغرض بث الرعب في وسط المواطنين والإخلال بالسكينة والأمن العام. من خلالها تم ضبط 4 أسلحة بيضاء من الحجم الكبير بالإضافة إلى قارورات